صانع السعادة والبهجة الأول للكرة المصرية نادي الأهلي عملاق أفريقيا. الحقيقة بكرة احنا يمكن دلوقتي وأنا بكلم حضراتكم على بعد 24 ساعة بالتمام والكمال من مواجهة منتظرة، مواجهة الكبيرين، كبير دوري الأبطال وكبير الكونفدرالية الأهلي المصري في مواجهة الرجاء في لقاء ينتظره الأهلاوية للتتويج بثامن سوبر إن شاء الله بإذن الله في تاريخ النادي الأهلي. مباراة طبعا صعبة بكل المقاييس، هنتكلم عليها دفاعا وهجوما. حللنا مع حضراتكم الرجاء على مدار الأسبوع وقدمنا لحضراتكم بروفايل كامل عن فريق الرجاء في نسخته الجديدة اللي هتواجه الأهلي بكرة. بنتكلم على مدير فني جديد، بنتكلم على 14 اسم جديد في صفوف الرجاء البيضاوي. بالتأكيد مواجهة تظل واحدة من أصعب المواجهات على الفرقتين، وإن شاء الله التوفيق يكون حالفنا بكرة. بيشرفنا النهاردة في تشكيل النادي الأهلي، هبتدي هجوما بما أنه هو الأقرب لي كابتن أشرف ممدوح. مساء الخير يا كابتن أشرف. مساء الخير يا أحمد، منور الدنيا وبنسعد بيك دايما في السادسة. شاكر جدا وسعيد دايما بوجودي معاك وأمام جمهور النادي الأهلي في كل مكان، وطبعا سعيد بوجود النجم أحمد عادل اللي هيقود الدفاع النهاردة كابتن أحمد عادل. منور الدنيا كابتن أحمد، دايما من الحلقات اللي أنا بستمتع بيها ومنور أنا معاك ومع كابتن أشرف. بنستمتع بيكوا دايما. خليني أدخل في اللقاء المنتظر، وقبل ما اتكلم على الكوره وقبل ما اتكلم على ماتش بكره هتكلم على ليله المباراه. بالتاكيد يعني على مستوى الاستعداد الفرقه كلها والتيم كله بيشتغل فتره طويله قبل الماتش، بس بيظل او تظل يوم ما قبل المباراه ده ليه حسابات تانية على مستوى الجماعي وعلى مستوى كل لاعب بيبقى مركز وبيفكر وشاغل باله هيعمل ايه بكره. فكلموني كده على الليله اللي بتسبق المواجهات الكبيره بالذات. صحيح، يعني هو احنا اتعودنا في النادي الاهلي ان دايما يكون القائد اللي هو انا بتكلم دلوقتي عن الشناوي، عن عمرو السوليه، اللعيبه الكبار اللي موجودين في وليد سليمان طبعا. وليد سليمان طبعا بيكون لهم دور كبير قوي في تجميع اللاعبين في قبل المباريات الحاسمه دي، خاصه لما تكون مباراه بطوله. خلاص يعني مباراه 90 دقيقه ان شاء الله الاهلي يحسم هذه المباراه وهذه البطوله باذن الله، ولكن ليله المباراه فعلا اللعيبه الكبار في الفرقه بيفرقوا كتير جدا جدا في تجميع اللاعبين والتركيز الشديد جدا. تقدر تركز بقى في خلاص يعني فاضل كام ساعه عشان تقدر تاخد بطوله تحسمها لبطوله للنادي الاهلي، وبالتالي بيكون لهم دور كبير جدا جدا. على المستوى الشخصي طبعا كل لاعب بيكون ليه زي ما قلت لك كده دايما احمد، كل لاعب ليه طريقه في التركيز. يعني احيانا بتشوف لاعب يركز بانه يخرج بره التنشنه او العصبيه فبتدي يهرج شويه، بتدي يهزر شويه، ولكن معظم اللاعبين في مصر تحديدا بيكون التركيز هو انه موجود في غرفته يعني بيقرا قران او انه بيصلي او انه بينام بدري شويه، بيركز اكتر في المباراه بهذا الشكل. ولكن بالتاكيد كل مباراه بيكون ليها ده معظم اللاعبين في مصر. معظم اللاعبين في مصر كابتن احمد كان بيخرج يسهر غالبا. لا هو فعلا زي ما قال كابتن اشرف، فعلا طابع اللاعب المصري وخصوصا ان انت لما بتحطه في معسكر او بيبقى تحت سبوت معسكر، فخصوصا دي كانت حاجه ايجابيه بشوف النادي الاهلي عملها ان هو راح قبل المباراه باربع ايام بحيث ان هو يعيش الاجواء هناك، وان هم يبقى فعلا زي ما قال كابتن اشرف ان في لعيبه كبيره عليها مسؤوليه، وخصوصا دي اللي احنا كنا بنتكلم فيها مع حضرتك قبل كده موضوع اوضه اللبس. لعيبه كبيره ليها دور كبير جدا ان هم يجمعوا اللعيبه اللي بيغلب على المعسكرات دي قعد اللعيبه مع بعض. أيوة. التجمعات حتى ممكن تلاقي اللعيبه كلها قاعده في اوضه واحده متجمعين بيقروا قران او بيقربوا من بعض اكتر، وخصوصا بتتكلم في 3 او 4 ايام دي كافيه ان اللعيبه تقرب من بعض. صحيح. خصوصا في ليله المباراه. ليله المباراه اكيد كله بيبقى ملتزم في اوضه، اللعيبه زي ما قلت لحضرتك قبل كده عندهم مقاومات البطوله. دي اللي مطمنه كل جماهير النادي الاهلي. هو كمان من حسن الحظ انه البطوله دي كانت بعد كاس العرب. يعني انت كنت بتتكلموا على دور اللعيبه الكبيره، والحقيقه مش بس اللعيبه الكبيره بحكم المشوار في النادي الاهلي، لكن حتى اللعيبه الكبيره بحكم المكانه. يعني عندنا اكتر من قائد، عندنا بدر بنون الحقيقه يعني طبعا. قدم دور رائع كقائد لمنتخب المغرب في البطوله جدا. علي معلول مع تونس نفس الحكايه. بتهيألي الخبرات والقدره على التعامل مع المواقف الصعبه ميزه من مميزات اغلب عناصر فرقه النادي الاهلي. صحيح. اصعب ليله مباراه مريتوا بيها في مشواركم مع الاهلي كابتن احمد؟ انا بالنسبه لي كانت مباراه برشلونه، يمكن دي كانت المباراه اللي الاهم وكانت في مقاويه النادي الاهلي، وخصوصا كنا هنلعب نجوم العالم. وفعلا زي ما قلت لحضرتك الطقوس اللي احنا كنا متعودين عليها او اللي متعود عليها ده الماتش اللي كابتن اينو كان بيشخط فيه في ليو ميسي لما وقع على الارض. لا ده في ويمبلي، لا ده الماتش اللي هنا في مصر. فعلا اللعيبه الكبيره كان ايامنا احنا كان موجود الحضري، موجود شادي محمد، وائل جمعه، بركات، مجموعه كبيره جدا، عماد النحاس. كانت مجموعه كبيره جدا عندهم صفات القائد. كنا متجمعين فعلا، بنتجمع بدري في الاوض، يمكن من الساعه 10 بنبقى في الاوض، من بعد العشاء على طول
كل الاثنين بيبقوا ملتزمين في اوضهم، فدي السمه اللي بتبقى متغلبه على لعيبه النادي الاهلي او في المعسكرات بشكل عام، ودي بيدي تركيز اكبر. يعني زي ما قال الكابتن اشرف، في بعض اللعيبه يعني كان بركات على طول يحب يهرج يطلع من التنشن. في لعيبه تانية ما تحبش تهريج، يعني كابتن عماد النحاس ما كانش يحب التهريج، فكل لعيب خلاص هو وصل لمرحله بيبقى عارف ايه اللي بيفكه ايه وايه اللي بيبدا طبعاً يركز فيه ايه، فهي دي بتفرق من لعيب للعيب. وفي نفس الوقت السمه اللي بتبقى في اللعيبه كلها هي حته احراز البطوله. فعلا مباراه من 90 دقيقه، لعيبه النادي الاهلي او اوضه اللبس اللي داخل النادي الاهلي، لعيبه عندهم مقومات البطوله، في اكتر من قائد عندهم مسؤوليه، عارفين قيمه تيشيرت النادي الاهلي كويس، عارفين قيمه البطوله كويس، وده اللي بيشتغلوا عليه اكيد في اوضه اللبس قبل ما بيشتغلوا عليه فنيا. صحيح. بيبقى اكيد في استعدادات على مستوى التيم، تمرينات، محاضرات، راجل بيتكلم، بيبقى في شرح للفرقه اللي هتواجهك، لكن بيتهيألي برضو كل واحد بيشتغل على اللعيب اللي هيلعب عليه. يعني اذا كان مهاجم فبيشتغل على انه ايه ناحيه، طبعا دي اللحظات اللي بيبدا فيها تمرين النادي الاهلي في ملعب المباراه احمد بن علي في بن ريان. وكنت بكلم كابتن اشرف وكابتن احمد على انه ازاي كل واحد بيشتغل على الماتش بقى مع نفسه. يعني كابتن اشرف، في الماتشات اللي من النوع ده بتشتغل انت ازاي لوحدك بعيدا عن تكليفات والمحاضرات وكل ده؟ بالتاكيد بتبقى حاجات اتكلمت فيها مع الجهاز الفني، لكن انت برضو اكيد بتدي لنفسك، بتحضر نفسك، بتفكر في المباراه قبل ما تحصل. كنت بتعمل ده ازاي؟ لا، هو كمهاجم بالتاكيد انت بتشوف الاخطاء اللي بيقع فيها دايما الخط الدفاع او الخط الظهر المنافس، بتشتغل اكتر، بتفرج كتير على، خاصه لما يكون في مدير فني زي بيتسو موسوماني. اعتقد انه من الناس اللي بتشتغل بشكل كبير جدا جدا على المنافس، انه بيشوف اخطاء السلبيات والايجابيات اللي موجوده في الفريق المنافس، وبيخلي اللعيبه تشوف شرايط فيديو مباريات كتيره جدا للفريق المنافس عشان يعرف الراجل اللي هيلعب عليه ده عامل ازاي، بيشتغل ازاي، سرعاته عامله ازاي، قوته البدنيه عامله ازاي، اللياقه بتاعته عامله ازاي، كل الحاجات دي، الاخطاء اللي ممكن يقع فيها. الحقيقه الحاجات دي بتفرق كتير جدا. وعايز اقول لك ان ده في مصر من زمان جدا. يعني احمد عادل اكيد فاكر كابتن جوهري مثلا الله يرحمه، هو اعتقد ان هو صاحب المدرسه دي، انه تقدر تشتغل على الفريق المنافس، تشوف اخطائه، بتشوف مباريات كتيره جدا ليه عشان تقدر تشتغل عليها. بالتاكيد بالنسبه لي كمهاجم كنت بشوف كويس قوي المدافعين عاملين ازاي، خاصه انه احنا في الفتره اللي كنت بلعب فيها كنا بنلعب اثنين مهاجمين، التحركات دي كانت بتفرق كتير جدا جدا، السويتش اللي كان بين الاثنين المهاجمين اللي قدام كان بيفرق كتير جدا، في خاصه لما يكون بيلعب عليك اثنين مدافعين عندهم بطء شويه في الحركه، او الاستيعاب الذهني عندهم بيبقى بعيد شويه، فدي كانت بتفرق كتير جدا جدا في انك توصل للمرمى بسهوله. فبالتاكيد بتقدر تشتغل على ده لما بتشوف ده كتير وتشوفه قدامك كتير، بتتابعه من خلال مباريات او شرايط الفيديو، ده بيفرق كتير جدا الحقيقه. بمناسبه كلامكم ده، خلينا برضو يعني نفكر ناس انه دي تعتبر اول مواجهه كبيره هياخدها النادي الاهلي تحت قياده موسيماني طبعا في الموسم الجديد. صحيح. الموسم ده فيه اختلاف في شكل وطريقه اداء ومستوى النادي الاهلي اللي قدمه في الماتشين طبعا، يعني مع كامل احترام لتواضع مستوى المنافس في بدايه حرس الوطني بطل النيجر، والست ماتشات اللي احنا لعبناهم في بطوله الدوري الممتاز. كره الاهلي ممتعه، كره الاهلي هجوميه، قادر على التسجيل يعني في وفره كبيره جدا في الاهداف. لو رجعتكم للمواجهات الكبيره في الموسم الاخير هنلاقي انه كان في تباين شديد جدا في طريقه واسلوب لعب النادي الاهلي في المواجهات الكبرى. يعني لما تشوف طريقه لعب الاهلي قدام سان داونز تلاقيها مختلفه عن طريقه لعب الاهلي قدام الرجاء، تلاقيها مختلفه عن طريقه اللعب قدام كايزر تشيفز. ما كانش في نمط واضح تقدر تقول، وده يمكن مرتبط بكلام كابتن اشرف انه بيتسو موسيماني بيعرف يقرا المنافس كويس قوي، يعرف يختار الطريقه الانسب. تتوقع ان ده يحصل برضو في مواجهه الرجاء بما انها اولى للمواجهات الكبرى، ولا الاهلي هيكمل بنفس الطريقه والاسلوب والمستوى اللي بدا بيه في بدايه الموسم؟ بص يا احمد، خلينا نتفق ان الراجل مش هيعمل كده لما ما يكون معاه القماشه اللعيبه اللي هو يقدر يشكلها زي ما هو عايز. انت عندك بعض اللعيبه او مجموعه اللعيبه اللي داخل النادي الاهلي بتبدا تحرك منها من هو داخل الملعب، ممكن لان في لعيب بعض اللعيبه بتلعب في اكتر من مركز. يمكن الطريقه اللي انا بشوف ان هي الافضل واللي هي بتبان في المباريات الكبيره ان انت ليك الاستحواذ زي طريقه 3 4 3 اللي الراجل عودنا عليها من اول الموسم
وفي المباريات الكبيره زي ما حضرتك بتقول. يمكن اللي منجح الطريقه دي مجموعه اللعيبه معاك بشكل كبير جدا، اتكلمت مع حضرتك قبل كده على حمدي فتحي. حمدي فتحي منجح الطريقه بشكل كبير جدا كهجوميا او دفاعيا مع طرفين الملعب علي معلول واكرم توفيق، زي ما قلت لحضرتك بيعملوا الارتداد السريع، فيبان ان انت بتدافع بخمسه بخمسه ومع ارتداد السوليه واليو ديانج في نص الملعب اثنين فبتدافع بسبعه. فهنا ال 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 طرفين الملعب علي معلول واكرم توفيق هم اللي منجحين الطريقه بشكل كبير جدا، مع حمدي فتحي مع الزياده الهجوميه اللي بيعملها السوليه والي ديونج ورا خط الهجوم، مطمنين فتحي شايلهم يعني حمدي شايلهم ورا هو ده. في حاله الهجوم هتلاقي حمدي قدام ايمن وقدام بدر بنون بيزق السوليه واليو ومديهم حريه ان هم يروحوا للجون، يعني يكمل على الجون. السوليه بيعملها كويس، اليو ديانج بيعملها كويس، بيروح وبيسدد. كنا شفنا مباراه الزمالك السوليه راح عمل اسيست، وبنشوف اليو ديانج راح وشاط وجاب جونين. فمع طرفين ملعب انا بشوف ان من اهم العناصر اللي بتنجح الطريقه دي هو علي معلول واكرم توفيق من طرفين الملعب، ودي سمه بتبقى في المباراه في الفرق الكبيره. انت بيبقى عندك اكتر من مفتاح لعب، مع طبعا قفشه في موجود في المكان دوت، ولو هيلعب بيرسي تاو وشريف ده انا بشوف ان ده التشكيل الاقرب للنادي الاهلي، وده اللي بيرجح كفه النادي الاهلي. وهنا اللي بيفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا هو فرض اسلوب اللعب. فرض اسلوب اللعب لما المجموعه دي بتنزل تفرض اسلوب لعبها على اي فريق من اول المباراه بياخدوا المبادره، فبيفرق بشكل كبير جدا مع ده النادي الاهلي. الرجاء يمكن داخل اللقاء ده مش عايز اقول هو بيعاني، بس خلينا نقول انها بالتاكيد حاجات هتاثر نوعا ما على الفرقه، لان احنا بنتكلم على انه بطل الكونفدراليه في الموسم الاخير تخلى عن اثنين يمكن من اهم اوراقه الهجوميه، سفيان رحيمي بيما لونجو. بنتكلم على عدد كبير جدا من الصفقات، 13 تقريبا او 14 صفقه مش متذكر يعني الرقم بالظبط. بنتكلم على مدير فني جديد يمكن تولى المسؤوليه للفريق في ثلاث او اربع مباريات. هل تتوقع انه الحاجات دي ممكن تبقى مؤثره في لقاء بكره، ولا الامور دي كلها خارج الحسابات كابتن اشرف؟ لا بالتاكيد بتبقى داخل الحسابات، ولكن خلينا متفقين ان الرجاء المغربي فريق من الفرق الكبيره في افريقيا، يعني من افضل الفرق اللي موجوده، وتقريبا في 2010 او 2013 كان مصنف عالميا فريق رقم 10 في العالم يعني، وبالتالي من الفرق الكبيره في افريقيا يعني. أيه. على مستوى فضيه بطوله كاس عالم انديه قبل كده طبعا، وصل الفاينل اعتقد، وصل الفاينل وخد فضيه، وبالتالي من الفرق الكبيره اللي يعني تقدر تقول انه يعني الامور دي حتى لو اثرت مش هتاثر بشكل كبير عليهم. اللي بيفرق دايما معانا احمد في المباريات الكبيره دي هو حاله اللاعبين، حاله لاعبي النادي الاهلي، ودايما بنقول انه النادي الاهلي في البطولات اللي هي مباراه ببطوله دي النادي الاهلي دايما بيكون موجود، دايما لعبتنا رجاله، دايما لعبتنا عندنا الثقه الكامله فيهم ان هم مركزين بشكل كبير جدا جدا، يعني اعتقد انه بنسبه 1% يعني بيخذلونا في مباريات، ولكن دائما وابدا النادي الاهلي موجود، ودايما النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا، خاصه لما تبقى المباراه بتعني بطوله. بالتاكيد الحاجات اللي قلت عليها او المباريات اللي قلت عليها، الاسباب اللي قلت عليها ممكن تاثر بشكل كبير على الرجاء، ولكن الرجاء اعتقد انهم مركزين بشكل كبير جدا في مباراه بكره، هتكون مباراه صعبه جدا ومحتاجه تركيز كبير جدا. وهاخد من كلامك كلام احمد انه بيتسو موسيميني عنده دايما الحلول، لانه دايما بيسبق بخطوه شويه في التفكير، انه دايما بيدرس المنافس عامل ازاي، حالته دلوقتي عامله ازاي، بيشتغل على المنافس بشكل كبير جدا جدا. الميزه الكبيره جدا جدا هذا الموسم في النادي الاهلي هي وفره اللاعبين، الخامات اللي اتكلم عنها احمد او خامات اللاعبين الموجوده، وفره اللاعبين في كل مركز، كمان الحالة الفنية اللي وصلوا ليها والذهنية بعد 6 أو 8 مباريات أعتقد خاضها النادي الأهلي، سواء 2 في أفريقيا و6 في الدولي. كمان اللاعبين الدوليين الحمد لله وصلوا لمستوى فني عالي جدا جدا، سواء السولية أو شريف أو أكرم أو أيمن أشرف، يمكن إن شاء الله يعني يكون إن شاء الله جاهز للمباراة إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. وبالتالي قفشة كمان يعني الحمد لله، بنون كمان وعلي معلول ظهروا بمستوى مميز جدا جدا في البطوله، وبالتالي الحمد لله انت عندك جاهزيه كبيره جدا جدا فنيه وذهنيه وبدنيه للاعبي النادي الاهلي. التركيز والاستعداد والروح القتاليه العاليه موجوده داخل النادي الاهلي. يبقى هو
حاله لعيب النادي الاهلي بكره ان شاء الله، ودي ان شاء الله ان شاء الله احنا عندنا ثقه كامله فيهم انها تبقى موجوده بشكل كبير. طيب ان شاء الله هكلمكم عن سيناريو المباراه. يعني يمكن النقطه اللي قالها كابتن اشرف هي النقطه الوحيده اللي بتعكس، مش عايز اقول خوف، تخوف، خلينا نقول تخوف كده شويه من الماتشات دي اللي ممكن جدا بالتاكيد رغم كل الظروف اللي احنا اتكلمنا عليها فرقه الرجاء بالتاكيد عنده طموح ان يخطف ماتش بكره، وماتشات البطوله الواحده دي دايما ما بقاش ليها امان. يعني واحنا لينا تجربه لسه في السوبر المصري طبعا، صحيح. يعني كل المعطيات، كل الارقام، كل حاجه بتصب في خانتك وفي مصلحتك، لكن من الوارد جدا السيناريو يبقى على عكس المتوقع يعني. فخليني اسالكم، الجيم بكره هيتلعب ازاي؟ مارك فيلموتس ممكن يكون بيفكر ازاي في مواجهه الاهلي وعارف انه الاهلي في بيمر بافضل فتراته على كل المستويات محليا، انت علامه كامله، الاغلب قوام الفريق جاي من بطوله قويه جدا، بطوله كاس العرب، كلهم كانوا بيشاركوا في الماتشات وتالقوا بشكل كبير جدا. السيناريو يبقى سيناريو متحفظ من الرجاء، الاهلي يبادر بالهجوم، مباراه متوقعينها مفتوحه، ولا السيناريو قد يكون يعني متحفظ بشكل كبير؟ لا، خلينا نتفق استاذ احمد ان المباريات دي بتعتمد اكتر من الفني على الحماس، على الحماس والقوه البدنيه والضغط في جميع انحاء الملعب. لكن هنا انا بشوف ان اي فريق هيلعب النادي الاهلي هو هيواجه صعوبه كبيره جدا، وخصوصا بنتكلم في ستة أو سبع مفاتيح لعب للنادي الاهلي، من ضمنهم طرفين الملعب سواء قفشه وشريف وبيرسي تاو. فهنا انا مع ان مستر موسيماني ان هو ينزل يفرض اسلوب لعبه، ينزل يبدا يبادر بالهجوم، يبدا يضغط، ياخد حساسيه اللعب في الاول، ياخد حساسيه اللعب. وممكن في بعض الاوقات مستر موسيماني بيدي الاستحواذ لفريق تاني، بيدي الاستحواذ لفريق تاني، ده مش معنى النادي الاهلي بيدافع، لكن بيدي له الاستحواذ بحيث ان هو يقفل المساحات بشكل جيد. في نفس الوقت اللعيبه بتبقى منظمه بشكل جيد في الحاله الدفاعيه مع تقارب الخطوط سواء على مستوى الدفاع او في نص الملعب. هنا ما يميز النادي الاهلي هو تقارب الخطوط، تقارب الخطوط في الناحيه الدفاعيه وفي الناحيه الهجوميه. وهنا حلقه الوصل او اللي بيتحكم في ريتم اللعب هو قفشه. قفشه بيتحكم في ريتم اللعب، وخصوصا انت لما بنتكلم عن النادي الاهلي او العناصر اللي داخل النادي الاهلي هي كتاب مفتوح على مستوى افريقيا كله. ومعروف النادي الاهلي بيهاجم ازاي وبيلعب ازاي، لكن في بعض الاوقات قفشه هو بقول لحضرتك محور اللعب، لان هو اللي بيتحكم في ريتم اللعب، هو اللي بيقدر يوصلك الجون، هو حلقه الوصل بين نص الملعب وخط الفيرود. مع الزيادة العددية اللي بيعملها علي معلول وأكرم توفيق من على طرفين الملعب، أيوة. فهنا هتلاقي حوالي 6 أو 7 مفاتيح صعبة على أي فريق إن هو يقدر يقفل الخطورة الهجومية دي. طيب عن التشكيل خلينا نسمع رأيكم، خصوصا أنه في بعض المراكز يمكن تكون مش محسومة لغاية اللحظة لأكثر من سبب، بس خلينا نسمع رأيكم في التشكيل الأمثل وخصوصا في خط الهجوم اللي يمكن يكون محير بالنسبة لجمهور النادي الأهلي شوية. يعني أغلب المراكز تقريبا معروفه، لكن خط الهجوم والطريقه اللي هيلعب بيها مستر موسيماني بتفرض اسماء بعينها. عايز اسمع راي كابتن اشرف ممدوح وكابتن احمد عادل، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل اخير ونرجع لحضراتكم في السادسه. مره ثانيه اهلا بحضراتكم. واحنا كنا بنتكلم يعني في وقت الفاصل الحقيقه جت سيره المنتخب والاداء بتاع المنتخب في بطوله كاس العرب، وكان يهمني الحقيقه برضو يعني طبعا الحدث الاهم واخدنا شويه، بس برضو في وجود كابتن اشرف وكابتن احمد يهمنا نسمع انطباعاتهم كده عن اداء المنتخب بطولة كاس العرب، وهل شايف انه المستوى اللي ظهر بيه اختراعات او ابتكارات مستر كارلوس كيروش مع لعبتنا تحديدا يعني ممكن يكون ليها تاثير في ماتش بكره، ولا كاس العرب بطوله او قصه وانتهت بالنسبه للاعبتنا؟ لا، في الحقيقه يعني الانطباعات سيئه جدا. يعني انا مستاء جدا جدا الحقيقه من مستر كروش، لانه في حاجات بديهيه يعني في كره القدم، في حاجات بديهيه يعني ما فيهاش افتكاسات ولا اختراعات زي ما انت قلت يا احمد، ولا يعني كره القدم فيها فيها ممكن واحد يخرج شويه عن الطبيعي لاعب يعني، فتلاقيه تالق بشكل كبير جدا عن الطبيعي. ولكن المدير الفني مثلا بنتكلم عن بيتسو موسيماني مثلا او كابتن حسن شحاته او اي حد من المديرين الفنيين اللي بنتكلم عنهم بيشتغلوا بطريقه طبيعيه. توظيف اللاعبين حاجه بديهيه جدا، يعني لما يبقى عندي مثلا احمد عادل انا عارف امكانيات احمد عادل ايه، عارف يقدر يؤدي لي الدور ازاي، ما ينفعش اوظفه في مكان تاني تماما وادي له دور مختلف عن الدور اللي بيأديه طول الوقت. أيوة. فدي حاجات بديهيه في كره القدم، ومن حقك برضو خلينا نقول كابتن اشرف من حقك تجرب، بس اذا اثبتت التجربه فشلها
عليك انك انت يعني ترجع عنها ما يبقاش في اصرار على الاصرار. وعند بشوف هو احنا اتعودنا هنا في مصر على جدا جدا. انا شايف ان كل المديرين الفنيين البرتغاليين تحديدا عندهم عند غير طبيعي يعني يعني كان مستر مانو جوزيه كان عنادي بشكل كبير جدا جدا رغم ان قراراته كانت ولكن كانت الظروف كلها مهيئه انه يعني وينجح. هو قادر على ده يعني لانه عنده البدائل الكتيره جدا يقدر يعني يالف زي ما بنقول يعني. مورينيو على مستوى العالم نفس الكلام. بتكلم على مين مدرب فينجادا كان نفس الكلام عنده نفس العند ده. ولكن ما ينفعش يبقى عندي منتخب مصر بطوله قويه جدا داخلها يعني بعد 10 ايام ولا 20 يوم مفترض اني بجهز لعيبتي بشكل كبير جدا جدا في بطوله مهمه زي بطوله العرب. انا شايف انها بطوله قويه صحيح فيها معظمها محليين ولكن كانت بطوله قويه تقدر تجهز فيها لعيبه كويسه جدا. قدرت تخرج مثلا بلاعب او اثنين زي احمد رفعت حسين فيصل ممكن يكملوا مع منتخب مصر ان شاء الله الفتره الجايه. حسين بره حسين بره حسين بره ولكن عمر كمال طبعا ممكن تكمل طبعًا. ولكن كان لابد انه يستفيد يعني مش طبيعي اللي حصل في بطوله كاس العرب من مستر كروش. لا التغييرات سليمه ولا بدايه المباراه في التشكيل سليمه ولا الكاتشانه داخل الملعب. الكوتش خلي بالك مش بس او المدير الفني مش بس هو بالعكس اختيارات بس يعني انت الكاتشانه بيتكلم عنها مع بيتسو موسيميني انه اثناء المباراه بيشوف الاخطاء فين السلبيات يقدر يشتغل عليها الايجابيات الفريق المنافس يقدر يقفلها في يعرف يعدل ده ما بيحصلش مع مستر كروش الحقيقه. في اخطاء كتيره جدا جدا جدا. انا شخصيا اتمنى ان يكون في قرار برحيله ووجود مدير فني قادم. خلي بالك انا دايما مع صعب الاستقرار صعب جدا في التوقيت ده كابتن عاشور. اعتقد انك عمرك ما سمعتني بتكلم عن ان مدير فني يرحل في توقيت ولكن اثناء يعني اثناء ما انت ماشي ولكن التوقيت ده اعتقد انه صعب جدا جدا كروش بهذه الافتكاسات اللي بيعملها في منتخب مصر انه يكمل مع منتخب مصر نقدر نحقق حاجه في بطوله افريقيا خاصه عندنا بطوله افريقيا وراها على طول في شهر 3 المباراتين الفصلتين لكاس العالم. فانت بتتكلم في مرحله حاسمه جدا 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 لمنتخب مصر الفتره اللي جايه لو ما كانش في حد عنده الهدوء وعنده الاختيارات السليمه وعنده انه يقدر يكاتشن داخل الملعب او يقدر يتعامل داخل الملعب بهدوء وبثقه كبيره جدا في لعيبته. لا يعني اعتقد ان المواضيع صعبه جدا جدا الحقيقه مع مستر كوش. انا اتمنى شخصيا انه يرحل في هذا التوقيت ويكون في مدير فني اجنبي او مصري يقدر يتعامل الفتره الجايه مع منتخب مصر بحيث ان نقدر نحاول باذن الله تعالى ان يعني بطوله افريقيا نوصل فيها لابعد مسافه او على الاقل ان شاء الله يعني ان شاء الله نوصل الفاينل حتى يعني ونوصل لكاس عالم ان شاء الله في المباراتين الفاصلتين. احب اطمنك غالبا يعني مستر كيروش مكمل افتكاسات. لا تغييرات غريبه جدا الحقيقه بعيدا عن الكوره والفنيات والخطه والتشكيل والتغيير. انا عايز اخد رايكم في حاجه وبحسها دايما مع اللعيب المصري قدره المدير الفني على انه يحسس ولاده فرقته يعني انه قائد وانه قادر يشحن بطاريات وانه قادر يقراك وانه قادر يطلع احسن ما عندك ويحفزك طول الوقت. هل شايفين انه مستر كيروش بيعمل ده مع لعيبه منتخب مصر اطلاقا؟ لا بس كانت الرؤيه واضحه من بدايه اختياراته لبطوله العرب بطوله العرب ان هو مختار حوالي 10 لعيبه او عفوا او 12 لعيب هم جداد على منتخب مصر. وقبلها احمد لما استبعد شريف وقفشه ما هي دي كانت من ضمن الحاجات الغريبه يعني استبعد شريف وقفشه لكن الراجل شكله ليه منظور غير كلنا كمصريين ان هو شايف ان هو بيعمل منتخب جديد لمنتخب مصر او لعيبه لسه وجوه جديده. لكن في بعض الاوقات زي ما قال الكابتن اشرف ان انت بتحط لعيبه مش في مراكزها لعيبه اول مره تادي في المركز ده وبتطلب منها ان هي تدي 100%. لكن في بعض الاوقات لازم ما نبصش نبص للنص الكوبايه المليان اللي هو اللعيبه عامل جيل جديد لمنتخب مصر لكن لعيبه لسه يعني رفعت لسه عمر كمال هم ادوا بشكل جيد مصطفى فتحي في لعيبه كتير ادت بشكل جيد لكن استغلوا الفرصه اللي جات لهم من ضمن يعني ضمن المشاكل برضو ان انت بتلعب شريف مش في مركزه وبتطلب منه ان هو يدي ال 100% بتاعته. لكن شريف على طول الموسم ومع النادي الاهلي وبيقدر يحرز اهداف وهو بيلعب فروت صريح. لكن اصراره على مروان حمدي في كل المباريات ده برضو كان لغز ان انت طب ما بعض الاوقات ولازم في نفس الوقت انا لازم لما هاجي العب اللاعب لسه هيلعب او بقاله ماتشين ما بيلعبش او ما بياخدش بصوره جيده لازم اهيئه نفسيا ومعنويا ان هو هيلعب. لكن ما ينفعش افاجئه يوم المباراه ان هو هيبدا. لكن تبقى ان انا بشوف انها بعض السلبيات لكن
من منظور الراجل او من اختيارات الراجل من بدايه البطوله، هو مش حاطط اعتماده ان هو ياخد البطوله على قد ما حاطط اعتماده ان هو يدخل عناصر جديده لمنتخب مصر، بحيث ان القاعده على مستوى مصر قبل كده انت كنت بتختار من 20 او 25 لعيب على مستوى مصر بيتلخصوا في اهلي وزمالك واسماعيلي وانبي، لكن دلوقتي القاعده ممكن تكون وسعت شويه ان انت بتختار من 40 او 50 لعيب، ومع في بعض الاوقات لما بتشوف استبعاد لطارق حامد من ال 40 من ال 40 برضه دي من يعني برضه حاجه عندي يعني مش طبيعي برضه، لكن الراجل ليه منظور خلاص زي ما قال الكابتن اشرف كل المدربين البرتغاليين كده عايزين بس نشوف معاه من نفس المنظور يعني هو يحاول ياخدنا معاه كده يقول لنا المنظور بتاعه ايه، مش عارف احنا عايزين نطمن على المنتخب بس الناس كلها قلقانه بصراحه، هم عناديين جدا يعني المدربين البرتغاليين عناديين جدا، وده واصل للناس ان هو عندي، لكن في عند في المصلحه العامه وفي عند في المصلحه يعني مستر مانويل جوزيه، بنتكلم عن مستر مانويل جوزيه كان بيعاند في المصلحه العامه، المصلحه العامه بتقولي ان انا اخد البطوله، مصلحه عامه بتقول انا قاعد ابو تريكا ولاعب مثلا بركات قاعد حد، لكن انت معاك 25 لعيب على نفس المستوى على نفس الكفاءه أي. لكن في منتخب مصر انت معاكش نفس اللعيبه او ال 25 لعيب مش بنفس الكفاءه، انت عندك فروق فرديه بشكل كبير جدا. اتمنى عوده صلاح والنني والقوام الاساسي منتخب مصر، اتمنى يا رب ويخذلنا كلنا على المستوى اللي احنا شفناه ان احنا نقدر نحقق كاس افريقيا ونوصل كاس عالم. امين ان شاء الله يعني نوصل كاس العالم، بس يعني نوصل كاس العالم ده هدفنا. لا وكمان يعني افريقيا ليه لا يعني منتخب وأنا مصر انا شايف ان الجيل ده يعني اغلبه لو ما قدرش يوصل كاس العالم هيبقى صعب يلحق كاس العالم اللي جاي، وشايف ان الولاد الحقيقه يعني الكوره النهارده في مصر تخلصت من كل المشكلات اللي عانت منها في العشر سنين الاخيره، وبقى عندك بطوله محليه مستقره وقويه، بقى عندك عناصر الاولمبي بقوا الحقيقه عناصر مبشره جدا طبعا. وعندك الصغار الصغيرين اللي كانوا صغيرين زمان كبروا بقوا يعني اسماء كبيره، فاذا ما كانش دلوقتي توصل كاس العالم هو السؤال هتوصل امتى. هرجع بقى لسؤالي اللي قلته قبل الفاصل، المنتخب خدنا شويه نرجع تاني لمواجهه بكره، يعني التشكيل لو سالت 90% من الاهلاويه هيقول لك تشكيل ماتش الاهلي بكره وبيتسو موسيماني هيراهن على مين. الكلام على ايمن اشرف بس، هو جاهز طبعا وبيشارك واحنا شفناه في التمرين بس بعيد بقاله فتره يلعب او يعني يبقى مساك جنب بدر بنون، ولا تشوفوا انه لا ما نعتمدش على ايمن بكره. والاثنين اللي هيكونوا قدام جنب قفشه في رؤيه بتقول لك الافضل حسب قرايه الرجاء يعني انه يبقى على اليمين بيرسي تاو وشريف مهاجم صريح، او يبقى حسين الشحات وبيرسي تاو يلعب مهاجم صريح. اي السيناريوهين اقرب من وجهه نظركم؟ طب خليني اكلمكم بس في حته الاستحواذ، لان أوكي. انا عندي ثقه كامله ان موسيماني مستر موسيماني بكره مش هيسيب الاستحواذ للرجاء. لانه النادي الاهلي وصل لفورمه، لو فاكر احنا اتكلمنا في الخمس ست مباريات اللي خاضهم النادي الاهلي في الدوري الموضوع اتغير تماما. يعني النادي الاهلي بقى فيه شكل للاداء، بقى فيه استحواذ داخل الملعب. السيناريوهات مثلا لو افتكرنا ماتش سان داونز هنا في القاهره مش فكرة. ممكن يتلعب مثلا في مباراه زي دي اعتقد انه صعب جدا. النادي الاهلي بقى قادر ان في شكل الاداء، في نواحي خططيه تكتيكيه شويه لموسيماني، يعني بقى في شكل. الراجل اختلف السنه اختلف دي جدا جدا، هو مش بس السكواد اللي معاه اختلفت، لكن كمان هو الراجل كمان يعني ابتدى يحط بصمته، او بصمته بدات تظهر بشكل اوضح من السنه اللي فاتت. انا اكدت لك ان موسيماني مع الخامات او اللاعبين اللي ممكن يضمهم باختياراته هو شكل وطريقه لعب النادي الاهلي هتختلف، لان ده الطبيعي اللي بيحصل. يعني موسيماني فرق كتير جدا 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 في مستوى صن داونز على مستوى الاداء والنتائج. الشكل ده وشكل الاداء كانت محتاج شويه تدعيمات زي ما قلنا، وقلنا ده هيفرق كتير جدا في الموسم الجديد. واعتقد بشكل كبير انه مستحيل انه بكره يسيب الاستحواذ للرجاء، لان الرجاء رغم المشاكل الكتير اللي اتكلمت عنها احمد، ولكن في خطوره شويه في انك تسيب له الاستحواذ في وسط الملعب، خاصه ان عنده سرعات في الخط الامامي. التشكيل اعتقد انه مش هنبعد كتير عن التشكيل، اللي يمكن الخلاف بس اذا كنا قلنا جنب بدر بانون هيكون ايمن اشرف او رامي ربيعه او ياسر ابراهيم. اعتقد لو ايمن اشرف جاهز بنسبه 100% يبقى ايمن اشرف بالتاكيد هو اللي هيلعب بالتاكيد لو جاهز 100%. رامي ربيعه او ياسر ابراهيم الاثنين مش هيفرقوا كتير معايا، الاثنين مستوى واحد والاثنين جيدين، ولكن ممكن ايمن اشرف يفرق شويه، لان زي ما قلت لك في فكره السرعات وجاهزيه ايمن اشرف بكره هتفرق كتير جدا جدا مع بدر بانون. بالتاكيد اكرم توفيق وعلي معلول الطرفين، حمدي والسوليه وديانج،
انا شايف الخط الامامي لازم يكون موجود بيرستا، ولازم يكون موجود محمد شريف، ولازم يكون موجود كمان أفش. الثلاثه في الخط الهجومي هيفرقوا كتير جدا، مش هيخلي فيه زيادات كتيره للخط الخط الظهر للرجاء، لان زي ما قلنا انه عنده كمان مروان هدهودي ده في خط الظهر من الناس اللي بتزيد ومن الناس اللي بتجيب اهداف كتيره كمان مع الرجاء، يعني هو تقريبا تاني هداف للرجاء واحرز 3 اهداف في بطوله الدوري، وبالتالي من الناس اللي بتزيد بكره كويس او يبقى عندها زيادات مع الخط الوسط وخط الهجومي. وجود شريف وجود قفشه وجود بيرستاو في الناحيه الهجوميه النادي هيفيد كتير جدا جدا مع الطرفين، وهيمنع بشكل كبير جدا جدا الزيادات اللي هتيجي علينا من تحت. مع سيناريو كابتن اشرف ولا ليك راي تاني؟ لا انا بشوف ان ايمن لو مش هيلعب ده ممكن الراجل يغير في خطه لعبه، يغير خطه لعبه بدل ما يلعب 3-4-3. انا بشوف ان لان ايمن في 3-4-3 هو اللي بيعمل التغطيه ورا علي معلول على طول. ايوه. مع انضمام الناحيه العكسيه لاكرم توفيق، لكن في حاله غياب ايمن ممكن يلعب بياسر ابراهيم يا رامي ربيعه. وهنا هيدي مهام مش هجوميه بشكل كبير جدا لعلي معلول. لعلي ممكن يرجع علي ورا شويه. هيرجع ورا شويه، ده بيتوقف برضه على حاله جاهزيه ايمن. وفي نفس الوقت انا بتفق طبعا مع كابتن اشرف ان لازم ولابد من التواجد الهجومي لقفشه وشريف وبيرستاو. وخصوصا ان هنا وصلوا لمرحله الكيمياء اللي بينهم وبين بعض، قرايه اللعب بينهم وبين بعض، هنا في انسجام بشكل كبير جدا للثلاثه الهجوميين دول. اهم اوراق، عايز اقول حاجه ثانيه كابتن؟ لا لا تمام. اهم اوراق رابحه من وجهه نظركم ابتدي بكابتن احمد، هيشيلها مستر موسيماني جنبه على مقاعد البدلاء، يعني مين ومين تراهنوا عليه ممكن يكون ليه دور حاسم في مباراه بكره؟ انا بشوف عبد القادر، احمد عبد القادر. عبد القادر ممكن يبقى تغييره كويسه، تغييره جيده. بشوف حسام حسن ممكن يبقى تغييره جيده، لو بحس ان هو ممكن يلعب باثنين فرود، ممكن يلعب بشريف وحسام في بعض من الاوقات حسب سيناريو المباراه. ايوه. لكن انا بشوف ان دول اهم اثنين، عبد القادر وحسام حسن. تمام. كابتن اشرف. مع احمد طبعا، وبضم له او بضم حسين الشحات وعمار حمدي. في المباريات اللي زي دي بتفرق قوي صاحب القرار داخل الملعب، يعني صاحب المهاره بيكون دايما صاحب قرار داخل الملعب، وبالتالي عمار يعني اتمنى يكون موجود. انا مش عارف هو هيبقى موجود بكره ولا لا، يعني اتمنى لسه نشوف. ولكن حسين الشحات كمان من الناس اللي هتفرق كتير جدا جدا، اعتقد ان شاء الله تغييرته بكره. مباراه تحتمل مفاجات؟ يعني ممكن نلاقي بكره مفاجاه في التشكيل او في الطريقه؟ لا انا اعتقد صعب. لا صعب صعب، لانه يعني لو فاكر احمد من شويه قال لك النادي الاهلي خلاص بقى معروف في افريقيا كلها انه التشكيل اللي موجود، رغم ان بيبقى في روتيشن شويه في بعض المراكز، ولكن في المباريات الكبيره خلاص التشكيل بيبقى موجود بشكل ثابت. احنا قلنا اسماء ال11 واسماء الاوراق اللي ممكن انتوا شخصيا شايفين انه مستر موسيماني يراهن عليها، لكن انت لو بصيت للاوراق اللي بره النادي الاهلي، ودي بقى يهمني اسمع مش خلاص تجربتكم يعني مع النادي الاهلي، انت بتتكلم على اسماء حتى الجمهور مراهن عليها ونفسه يشوفها، منهم مثلا زي ما قال كابتن اشرف دلوقتي عمار حمدي، عندك عمار حمدي، عندك لويس ميكسوني، عندك طاهر، عندك كهربا مع الشحات ومع وليد، كل دي اسماء. ازاي هم بشكل شخصي وازاي مستر بيتشو موسيماني يبقى محافظ على الطاقه، على البوزيتيف انرجي اللي موجوده؟ كل لاعب عنده رغبه في اثبات ذاته، كل واحد عايز يكسب مكانه في التشكيل الاساسي، ورغم صعوبة المنافسة إلا أن كل واحد لازم يبقى جاهز لما تيجي الفرصة، زي ما بيقول جات الفرصة الأكرم استغلها أفضل استغلال، جات على مستوى المنتخب جات الفرصة رفعت استغلها. إزاي الواحد، إزاي المدير الفني يحافظ على البطاريات دي مشحونة، والناس عارفة أنها ممكن ما يكونش عندها فرصة المشاركة كأساسي، لكن لما يحتاجهم يلاقيهم، وإزاي هم بينهم وبين بعضهم يبقوا جاهزين لو الفرصة جت يعرفوا يعني يستغلوها ويتمسكوا بيها بأفضل شكل؟ بص يا استاذ احمد، زي ما بنتكلم على مستر موسيماني فنيا، وان هو بيقرا الجيم كويس، وان هو بيعمل تغييرات كويسه، او بيبدا بتشكيل كويس، او بيعرف نقط القوه والضعف في الفرق الثانيه، لكن ما يميز مستر موسيماني هو كيفيه التعامل مع اللعيبه اللي بره. مع اللعيبه اللي بره، وخصوصا انت لما بتلاقي 25 نجم ده بيسبب عليك مشاكل كبيره جدا. طبعا ده لود على اوضه اللبس عنيف طبعا. انت 11 و5 تغيير وهما 18 سكور، لكن أي. انا بشوف ان اي حد موجود داخل قائمه النادي الاهلي هو جدير انه هيلعب، لكن الحاله اللي موجوده داخل اوضه اللبس، الحاله اللي عاملها الجهاز الفني بقياده مستر موسيماني، ان هو مهيئ كل اللعيبه، حتى ان انا اتوقعه اللي هو حتى بره ال 18
ان هو مهيئه ان هو ممكن يبقى ليه دور وان هو يبقى موجود. لكن هنا المستر موسيماني لازم يبقى مثبت تشكيل، لازم يثبت تشكيل عنده القوام الاساسي بيعتمد عليه، واللعيبه كبيره عندها من المسؤوليه ومن ان هي موجوده داخل النادي الاهلي، مع احترام الجميع انديه مصر، ان اللعيب داخل النادي الاهلي حتى اللي بره خالص، حتى اللي بيقعد احتياطي، مش صفه ان هو يعمل مشكله، يعني مشكله عشان هو ما بيلعبش، لكن في الغرف المغلقه، ودي اللي بيقوم عليها، بيقوم بالدور ده بشكل كبير جدا كابتن سعد عبد الحفيظ. أيوة. ان داخل الغرف المغلقه اي مشاكل بتنصهر داخل الفريق، لكن اللعيبه قبل ما يكون المدير الفني حاطط اعتماده ان مين هيلعب او مين مش هيلعب، هي اللعيبه عندها ثقافه ان انا ممكن العب ممكن ما العبش، وفي نفس الوقت هي المصلحه العامه والبطوله بتنسب لجميع اللعيبه، بتنسب للجهاز الفني وبتنسب لمجلس الاداره. فهنا ثقافه اللعيبه ان هو يقعد احتياطي او ثقافه اللعيبه ان هو يبقى موجود بره خالص، دي موجوده في القوام بتاع النادي الاهلي اللي هو ما يملك المقومات بتاعه البطوله، دي من ضمن مقومات البطوله ودي اللي متوفره داخل الفرقه اكيد. طيب هكلمكم شويه في قرايه فرقه الرجاء بشكل مختلف بالارقام. الرجاء في 13 مباراه لعبها حط او احرز 18 هدف واستقبل 10 اهداف، والملاحظ ان 29% من اهدافه حطها في النص الساعه الاولى من المباراه، و29% من اهدافه حطها في الربع الساعه الاخيره من المباراه. دلالات ده ايه؟ وازاي مستر موسيماني ممكن يستغل الارقام دي من الناحيه الدفاعيه؟ بالتاكيد يعني تقريبا بمعدل الهدف كل مباراه، او يعني اقل من الهدف، اقل من الهدف دخل، ولكن عدد كبير من الاهداف يدخل مرمى. انت فاكر لو كنا بنتكلم على النادي الاهلي دخل مرمانا تقريبا في موسم تقريبا 12 او 13 هدف، 8 اهداف كانت بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا جدا. حال الفرق الكبيره انه دايما بتحافظ على انه ما بيدخلش مرماك اهداف. انت بتتكلم عن الموسم دخل فينا 27 هدف، حاجه كده 27 هدف ده الموسم، فموسم كامل يعني. فانت بتتكلم في 13 مباراه دخل مرماهم 10 اهداف، ده معناه بيستقبلوا اهداف كتير تقريباً. وده نتيجه انه خط ظهرهم في بطء شويه، وده اللي بنقوله انه لازم بيرستا ومحمد شريف وقفشه يلعبوا على الحته دي. والنقطه الثانيه ان هم بيزيدوا شويه، يعني بتكلم عن مروان هدهودي وجمال حركاش محمد النهيري، اعتقد هما الاثنين دول اللي دايما بيزيدوا، واحد منهم او الاثنين تقريبا بيزيدوا دايما مع خط وسط الرجاء، ويزيدوا شويه في الناحيه الهجوميه. دي هتدي فرصه شويه ومساحه شويه للنادي الاهلي انه مع الاستحواذ انه تلعب على الاطراف او الاختراقات من العمق مع سرعات شريف وبيرستاو، هتفرق كتير جدا جدا في بدايه المباراه انك تحرز هدف. ده اللي انا اقصده، ان اعتقد ان موسيماني بكره مش هيلعب على الزون ديفنس او الناحيه شويه بقى متاخر شويه زون ديفنس في وسط الملعب، اعتقد انه هيضغط، واعتقد انه هيستحوذ، لان معطيات فريق الرجاء تدي الفرصه وتدي المساحه لتفكير موسيماني انك تستحوذ. طيب بمناسبه الضغط والاستحواذ، تعالى نقرا بقى امكانياتنا الهجوميه حسب ارقام الرجاء الدفاعيه. اولا صلابه الرجاء الدفاعيه بتستمر دايما 40 دقيقه، يعني لغايه من الدقيقه الاولى للدقيقه 40 دايما الرجاء ما بيستقبلش اهداف في شباكه، تمام؟ من الدقيقه 41 للدقيقه 50 استقبل 25% من الاهداف، من 51 ل 60 استقبل 50% من الاهداف اللي دخلت شباكه، ومن الدقيقه 80 لغايه الدقيقه 90 لم يتلقى اي هدف. هنا قرايه السيناريو الهجومي للنادي الاهلي طبقا لارقام الرجاء. هنا الواضح ان بيديك انطباع ان بدايه من الشوط الثاني هم مش نازلين مركزين. مش نازلين مركزين، ممكن في لعيبه او في مدير فني بيركز ان انا اول 10 دقائق من بدايه كل مباراه لازم ابقى متمركز كويس، لازم ابقى واقف كويس، لكن هنا التركيز بيقل مع بدايه الشوط الثاني، وده اللي لازم يستغله النادي الاهلي. ده لازم التركيز، وممكن كمان نقراها على انها لياقه كابتن احمد، يعني ممكن نقول انه بدنيا الرجاء بيتراجع، او خطوطه او يعني قوته الهجوميه صلابته الدفاعيه بتتراجع مع بدايات الشوط الثاني، لان انت بتتكلم على دايما الدقيقه 40 مفيش فرقه قدرت تسجل فيهم اي هدف. ما هو التركيز بيفقدوه في اخر الشوط وفي اول الشوط الثاني. هنا دي بتبقى ملكه للعيبه، ملكه للعيبه اللي هنا اللي ممكن تبقى غايبه عنهم شويه حته القائد اللي داخل الملعب. لكن عايزين نتكلم برضه عن محسن متولي، هو القلب النابض لفريق الرجاء، هو اللي الباور بتاعهم، هو اللي بيحمسهم. لكن في بعض الاوقات زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان فرض اسلوب لعب النادي الاهلي في زي ما قال الكابتن اشرف، ان انت تنزل تفرض اسلوب لعبك، ان انت تهاجم من اول، وخصوصا بيستقبلوا اهداف في بدايه الشوط،
دي لازم الشوط الثاني لازم برضو يبقى فيه كثافه هجوميه، لازم يبقى فيه نزول بدايه من الشوط الثاني ضغط على فريق الرجاء، وان شاء الله يقدر يحرزوا اكتر من هدف نحرز بالبطوله ان شاء الله. مفاتيح اللعب في الرجاء اللي تقلق منها كابتن اشرف، وازاي تتعامل معاها من ناحية الدفاعية؟ يعني اللي قلقني شوية رغم ان احداد مستواه هنا في مصر كان بعيد، ولكن هو مع الرجاء مستواه جيد، عنده سرعات كبيرة، وهو هداف الرجاء عنده 4 اهداف، يعني اعتقد انه ثقته بترجع له شويه في مع فريق الرجاء يعني. محسن متولي كمان من اللاعبين الجيدين، واعتقد من الهدافين الفرقه. في خط الوسط عمر العرجون ده كويس، يعني من اللاعبين المميزين، الاثنين اللي بيزيدوا من تحت كمان مميزين جدا، خاصة في الكرات الثابتة مميزين فيها جدا جدا، يعني دي لازم أكيد مستر موسيماني هياخد باله منها بشكل كبير في الكرات الثابتة، سواء الكورنر أو الكرات الثابتة اللي من خارج منطقة الجزاء. فأعتقد إن يعني خطورة شوية الرجاء في الهجمات المرتدة، خاصة السرعات اللي موجودة عندهم لحميد إحدادي ومحسن متولي. باستثناء كده أعتقد إنه فريق سهل إنك تستحوذ في وسط الملعب، ولو استحوذت على الكرة في وسط الملعب هتقدر بشكل كبير جدا تخترق بسهولة، لأن طريقة لعب النادي الأهلي في بداية الموسم ادتنا انطباع كبير جدا جدا انه النادي الأهلي عنده القدرة في الاختراقات من العمق ومن الأطراف، زي ما قال أحمد كمان ان أكرم توفيق وعلي معلول ليهم دور كبير جدا 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 مع النادي الأهلي في الفترات اللي فاتت واللي جاية ان شاء الله، في انه انت بتوصل بشكل جيد، بتفنش الكرة بشكل جيد سواء كروس او التصويب، يعني أكرم وعلي عندهم الميستين النهارده بتقدر تصوب بشكل جيد لما بتوصل، او بتقدر تعمل كروس بشكل جيد لمحمد شريف او بيرستا او الناس اللي بتزيد من تحت. الاختراقات من العمق قفشه بيلعبها بشكل رائع جدا جدا، عندك مميزات وعندك استحواذ بشكل كبير، وعندك الخامات اللي تقدر تنفذ ده بشكل كبير جدا. اعتقد ان مستر موسيماني بكره ان شاء الله هيكون في ضغط كبير جدا. عندهم حارس مرمى عندهم طبعا زينيتي من الحراس الجيدين، والتصويب من بعيد بيكون مركز بشكل كبير، ليه نقط ضعف في الكرات العرضيه، هي دي ازمته الكبيره جدا. طيب كابتن احمد، هجوميا الرجاء شايف ازاي دفاعات الاهلي تتعامل معاه؟ وبرده هسالك مين اخطر اللعيبه او مفاتيح اللعبه في فرقه الرجاء؟ اكيد اللي عارفهم بشكل اكبر بدر بنون. بدر بنون كان لاعب طبعا معاهم، خد البطوله معاهم قبل كده، خد البطوله معاهم، لكن هو اللي هيبقى برده ملم بكل الامور، وممكن لو عنده معلومات اكيد هيقولها لمستر موسيماني على نقط القوه والضعف. لكن زي ما قلت لحضرتك في بن حليب في خط الفيرويد برده من اللعيبه المهمه جدا. صحيح. حميد احداد زي ما قال كابتن اشرف من اللعيبه بعكس ما كان مع نادي الزمالك، لا هو بيقدر يروح الجون، مفتاح لعب جيد بالنسبه لهم. لكن هنا التمركز بتاع خط دفاع النادي الاهلي او تقارب الخطوط بينهم من بعض، لان اللعيبه دي عندها سرعات، فريق الرجاء عنده سرعات، وخصوصا لما هتلاقي الخطوط قريبه من بعض مش هيبقى في مساحات للباص. هنا دي بيأديها بشكل جيد، ارتداد حمدي فتحي لو لعب بالطريقه اللي احنا قلنا عليها مع تقارب الخطوط، مع ضم علي معلول، مع اكرم توفيق، مع ارتداد السريع اللي بيعمله السوليه واليو ديانج، هنا هنقدر نقفل المساحات الدفاعيه. وهنا ما يميز النادي الاهلي هو تقارب الخطوط اللي انا بتكلم فيه، وخصوصا طريقه اللعب دي 3 4 3 هي ده ما يميزها، ان هي تقارب الخطوط بينهم وبين بعض، لان التغطيات العكسيه طبعا بتفرق كتير. طبعا زي ما قلت لحضرتك علي معلول واكرم توفيق، الارتداد السريع مع التغطيه، هنا عايزين نستغل الضعف اللي فيه الزينيتي اللي هو حارس مرمى الكرات العرضيه زي ما قال الكابتن اشرف، لازم نستغلها، يبقى فيها كرات عرضيه كتير. ده اللي انا عايز اتكلم عليه على اكرم توفيق، ان هو طور اداؤه الهجومي بشكل كبير جدا، وبيقدر يؤدي الدور الهجومي بجيد جدا يعني. رسالتكم لنجوم النادي الاهلي قبل ماتش بكره، ورسالتكم كمان لجماهير الاهلي اللي هتكون حاضره في ملعب احمد بن علي بالريان بكره ان شاء الله؟ يعني بالتاكيد يعني كل التوفيق ان شاء الله بكره، وانا شايف ان لاعبي النادي الاهلي دايما في البطولات الحاسمه دي واللي هي يعني مباراه بتعني بطوله بيكونوا مركزين بشكل كبير جدا جدا. الروح القتاليه العاليه اللي موجوده اعتقد ما فيش حد فينا يقدر يعني يوجه نصيحه للاعبي النادي الاهلي انه لا يعني شد حيلكم، لا لازم دي موجوده اوريدي، ده طابع لاعبي النادي الاهلي طبعا. ولكن نتمنى بس التركيز، هو التركيز، لانه احيانا لما بتلعب مع فريق
شويه عنده سرعات، شويه بيبقى متحمس قوي انه، وده حال كل الفرق اللي بتواجه النادي الاهلي، دايما متحمس انه يفوز ودايما متحمس انه ياخد بطوله منك. هو انه بيلعب الاهلي في حد ذاته ده دافع وحافز انه يطلع اقصى كده. فاتمنى بس التركيز، لان الاخطاء ممكن شويه تودينا في حتت مع الفرق شمال افريقيا شويه بيكون فيها صعوبه شويه انك ترجع، لان هم بيكون عندهم يعني ادوار مختلفه شويه بعيده عن كره القدم. اتمنى التركيز ان شاء الله والتوفيق باذن الله. كابتن احمد، كلنا عندنا ثقه في اللعيبه ان هم على قد المسؤوليه، لعيبه عندها مقومات البطوله، ما بيظهروش الا في المحافل الكبيره، مباراه زي بتاعت بكره ان شاء الله. اتمنى اللعيبه تكون في حالتها يوم المباراه، دي اللي انا بتمناه، ان اللعيبه تبقى في حالتها، اللعيبه كلها مقدره قيمه تيشيرت النادي الاهلي ومقدره المسؤوليه اللي على عاتقها، وخصوصا وراها جمهور كبير. اتمنى ان شاء الله الفوز بالبطوله وتضاف لدولاب تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لرجالتنا بكره، كلنا ثقه فيكم ان شاء الله تفرحوا ملايين. في انتظاركم بكره ان شاء الله ترجعوا لنا بالكاس من الدوحه، الكاس الثامن في تاريخ النادي الاهلي. قربنا خطوه مش وحشه من الريال، احنا بقينا دلوقتي يعني جمهور النادي الاهلي، الجيل الجديد كمان عايش دلوقتي في منافسه مع ريال مدريد. ان شاء الله الاهلي قادر السيزون ده يكون موسم مميز. العروض اللي قدمها النادي الاهلي كوره مع مستر موسيماني السنه دي مختلفه بشكل كبير، ومطمئنه ان شاء الله باذن الله كل ما ينقصنا او كل ما نحتاجه بكره ان شاء الله هو التركيز والانضباط، كل واحد يحط مجهوده كله في الملعب، وان شاء الله قادرين نرجع بالكاس الغاليه من قطر. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لنجوم النادي الاهلي اللي شرفونا النهارده، كابتن اشرف ممدوح، كابتن احمد عادل، نورتوا الدنيا وبنسعد بيكم دايما. بشكر جماهير النادي الاهلي في قطر على استقبالها الكبير ودعمها الكبير للنادي الاهلي، ومستنيينكم بكره في الملعب ان شاء الله تقدموا افضل ما عندكم في استقبال ابطال مصر وابطال افريقيا. بكره نوعد كل جماهير النادي الاهلي اللي هتتابع المباراه بدخله جامده جدا في ملعب المباراه اللي هيجمعنا بالرجاء ان شاء الله باذن الله. مره ثانيه بنشكر كل رابطه مشجعي النادي الاهلي في قطر، وبشكر ان شاء الله يعني كل فريق العمل للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله موفقين بكره ونحتفل باذن الله في الحلقه اللي جايه من السادسه بكاس سوبر تامن في تاريخ النادي الاهلي. بشكر حضراتكم وقابلكم على كل خير ان شاء الله في حلقه جديده من السادسه.